يعني اوكي شوفوا يمكن هي هذه منو كاميلا مورون هذه تبي تلحق هي بين محتوى بين الرنس وبين لينة الدخله يعني لابسه الشلحه او من الكورسيه ومش مستنيه هذه تبي تزوج الاوسكار السلام عليكم جميعا صباح الخير او مساء الخير حسب كل واحد توقيته ابي ارحب فيكم بحلقة جديدة من The Black Rob الساعة الحين 12:55 دقيقة صباحا يعني بالليل تاريخ 24/2/2020 صدقون طلعت لي الاغنية هذه بالصدفة للفنان مصطفى حجاج وانا بصراحة ما ادري اذا كنت اعرفها من قبل او لا ما اول مرة اسمع اغنية بس ادمنت عليها صوته خامته جميلة وغناها بإحساس فقلت أبلش الحلقة فيها معاكم إيها الجملة مالته اللي قالها في عليها شوية تدقيق anyway إن شاء الله اليوم بكمل معاكم الجزء التالي من تعليقي على جوائز الأوسكار ضروري تشوفونها فبالحلقة هذه قلت راح أقيم الأجمل والأسوأ أجمل وحدة في حلقة اليوم من اللي شفتهم اللي راح يمرون علينا بالفيديو بعد الفاصل هما من اللي عندي بالنسبة لي فازت بأجمل لوك وبسيط وانثوي شوية مكشوف بس يعني بشكل عام مقارنة باللي موجودين هي من برج الجوزاء خلوني أشوف لكم منو هي إن شاء الله ألاقيها الحين بسرعة اسمها مولي سيمز اذا انا مش غلطان سيمز والاوتفيت منو كانت لابسه تخلوا www.zafafmagazine.com شوفوا تفاصيل اللبس وهذا ان شاء الله قريبا اعتقد الموقع راح يكون جاهز بتاريخ 3/3/13 اكيد راح اعلن عنه انا بالبلوج او بالحلقات القادمه واللي فازت معي باسوأ درس للأسف هي من برج الحمل الممثلة أو مش عارف من هي بصراحة نادين يعني راح تكون معاي نادين المنسقة وكانت أسيستنت معاي من 2013 ليليانا فازغويز أتمنى أني قلت اسمها غلط صورتها راح تطلع بعد شوي والأسماء ومن منو لابسة وكل هالأشياء موجودة ايضا في زفاف ماجازين دوت كوم انزين عاده برج الحمل نادرا ما تكون انها مو انيقه ما حالف الحظ في هذا اللوك بصراحه وبالنسبه للجوزاء النساء الجوزاء حتى رجال الجوزاء معروفين باناقتهم صراحه يعرفون شنو يلبسون يعرفون شنو يركب عليهم او ما يركب انيقين جدا ذربين جدا يتداركون الاخطاء في نوع من بعض نساء برج الجوزاء تعرف شنو تلبس بس احيانا يخونها التعبير بالذوق واللي يحبه برج الجوزاء يستعين احيانا برأي الخبراء مثل نساء برج القوس الرجال ايضا عندهم لمستهم الخاصة وايضا يستعينون او يتابعون الموضة بس احيانا اشعر ان يصير عندهم شوية تخبيص ولكن بالنهاية ممكن يطلعون بنتيجة مع الوقت اذا هم فعلا حبوا وركزوا او ممكن يوصل لنتيجة من الأناقة مخيفة جدا عند نساء برج الجوزاء ورجال برج الجوزاء الحمل أيضا كذلك من أكثر الأبراج اللي تهتم بشكلها بس مثل ما قلت الحمل يهتم بشكله أحيانا لعدم الثقة الداخلية الثقة بالنفس الغير مرئية تكون هي
سبب في اهتمامهم الزايد بنفسهم من ناحية السبورت، من ناحية هذا، وأيضا هم دفاعيين، فهالشيء يساعدهم في أناقتهم. انزين، وأيضا اللي أنا أعطيتها حبيت لكم مالها بذكرها، هي من برج السرطان، الممثلة المعروفة ساندرا أوه. أكيد راح نشوفها الحين بعد شوي، أنا مو حاط صورهم الحين، أبي تشوفونها. هي 20 جولاي، يعني شوي ودش الأسد. حبيت اللوك مالها شوي، كأنها حسيتها بتطير، بس حبيتها يعني لأنه وايد في، بس كان حلو بسيط سيمبل و... لا ما أعرف، مش سيمبل يعني، إنه حبيته. أوكي، الحين أقدر أقول أذكر بالأدب العام، الاشتراك بالقناة، لايك ديسلايك، شاركوا الفيديو مع الناس المهتمة بالأزياء، واللي إذا عندكم أحد تحبونه من برج الجوزاء تقول له أنتوا فزتوا مع فهد بهالحلقة بالأناقة. وأيضا للأسف اللي من برج الحمل طرشوا له الفيديو، قولوا له هارد لك هارد لك، لأن ما بدعت بالأوسكار، كان هي فازت معي بهالحلقة بأسوأ دريس. في بعد حلقة أو حلقتين قادمين إن شاء الله. ما بيطول عليكم، خلونا نروح للتقييم. اعطوني رايكم انتوا بعد، يعني اعطوني رايكم بالتعليقات، شنو عجبكم شنو ما عجبكم. وعلى طول بعد الفاصل ان شاء الله، اشوفكم بنهاية الحلقة. السويد. زين، خلونا نكمل الجزء الثاني من الأوسكارز. خلصنا احنا الحلقة اللي فاتت كانت عن العرايس، كنا عرس، الحين بنتكلم عن الحضور جايين يعني العرس. طبعا هو الأوسكار بس كذي حسيت اللبس. هذه شنو لابسة؟ شنو منو هذه؟ سكارلت جوهانسون. منو شو ما دي حسيتها هذيك الثنتين الخوات التوم، عرفتيهم؟ No. Mary Kate Olsen. I don't know. بيش اللي يشبهون بعض. إنزين. هذا أنا شوية. لا مش ما في حلو ومو حلو. تقبلته يمكن صح؟ بالنهاية والله نسيت. Okay, go next. حبيت. Not bad. Fresh. At least يعني على الأقل عروس جاي من الفضاء. مش إن أو جاي يعني على الأقل مو أبيض سيلفر. Okay, I like it. شعر حلو راكب عليها. أحبيت قصة الصدر والديتيلز. Not bad. شنو من هذي؟ Sibley Skull. She's an actress. Okay. Next. Okay. هذي قالت أنا بتزوج بس ما أبي أطلع من تحت، ما أبي أدخل، ما أبي أمشي على هذا، أبي أنزل من فوق من الفضاء. نفس إيه يعني بعد إيش أحس هي اللي تتزوج أو نازلة، بما أنه هو الأوسكار صار قرب عرايس، يعني احس هذه تقول انا بينزل من فوق كذي عروسه وموسيقى هذول ركزي معاي. انا شفت ريانا كانت نفسها سيلف ستاب، بس طبعا الفرق بين هذه وبين ريانا مو لابسه شيء بس مغطيه راسها، هذه على طول مغطيه كل شيء. ولاحظتي كلك ما طويله قاعد ترجع الشكل بشكل عام حلو ما في شيء، بس انه ما ادري احس انه مستهلك لك. منو هذه؟ جنال منو. شوز ا سينجر. اوكي نيكست. I don't want to comment. يعني اي ما منو هذه؟ هذه معروفه صح؟ ديان وارن. ما ادري حاطه شيء مخيف هنا يعني خانقه نفسها مطلعه الصدر. I don't know. لا 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 منو هذه؟ وعد الكتيب. ها؟ وعد. شوف يا وعد يا حبيبتي، مش لان عائلتك اسمها الكتيب ولا خطيب. I think أو مكتوب الكتيب. Anyway إذا قلنا الكتيب مش معناته الكتيبة تروحين تلبسين كتبة على ظهرك وإن أنت عربية عربي أنا و... خلاص يعني رحتي الأوسكار الشعر حلو بس كأن هي مش مقتنعة بحالها على الكرمة شنو؟ Anyway شو تسوي يا دايركتور؟ إيه أوكي good good at least. لا لا ها
هذه ما لها داعي بالوجود. لا شعر هذه اللي هانج اوفر هذه مسكينه اكيد صار معها كذي. واحد راحت سامت قبل الاوسكار مستعصب رجعي راحت الاوسكار راحت سامت مع فيجاتها سكارت مالت اي دونت نو قعدت الصبح مو الصبح قعدت الظهر على طول لبست شيء غريب جدا يعني you know like the outfits for Halloween حلو من الفضاء يعني ممكن يد نحطها مع اللي قبل شوي اللي نازله من فوق هذه اشبينتها هذه الاشبينه منو هذه ليليانا باسكويز شنو وضعها بالعراق تمثل واسوأ الاسوأ هذه اخر صوره بالنسبه نيكست حلو ونت حلو في شيء بس حلو علاقه منو هذه لورا دورن شي وان best supporting actress not bad في بالانس بالديزاين at least yeah next هذه Wonder Woman مو عن بس Wonder Woman شبهنا اوكي شوفي من تحت حبيته بس من فوق مواكب together مواكب من فوق حلو in different way بس too old يعني dated يعني هالستايل ما هو جديد والشعر طريقته وايد تيم برايدر على ايام جولي شو اسمها انجلينا جولي لا هو مو حلو عليها يو نو ديزاينز الشعر مليون حركه هي موجود صاير بطريقه نوت كومبليتد يعني في شيء ناقص ان جنرال نايس التنوره وايد حلوه بس في شيء مو مضبوط لا هو حلو ولا هو سيف نيكست اي التكوته هذه منو جوليا باترز اوكي ولدي بولدي كاندي هذه الحلم تزين الكيك مال العرس نايس شعر قصة شعرها وايد إن أكبر من عمرها أحس الغرفي هذي يلا نيكست ما بيطير إيه هذا I liked و not liked بس حلو حبيت الفاليوم اللي هنا not bad بصراحة لا نايس حلو لا حبيته أنتي ما حبيتي هذه شوية نفس الشيء هذه اللي قلتي لي recycling أو شيء كذي صح مو recycling left over أنا مو ضد الكيس بس قلت لك تصميم مثل هذا ما يكون بالأوسكار ممكن ال مات غالا أو الأوردز ميوزك أوردز أو شيء يعني مور but she's an actress okay is it red carpet yes is it nice no definitely no next oh my god هذه البطاطا الحلوة هذه sweet potato ولابسة يعني حمالات ولا شيء يعني هذه تذكرني أنا لما أروح أوروبا الفاشن شوز وكذي ألاقي وايد بلوجرز أو إنفلونسرز اللي يعني فاشينيستات أو أقصد فاشينيستات اللي يكونوا لابسين كذي واحين هذا not an Oscar not an Oscar on any level لا هو بوذا لا هو شو تغيرتي زين شوفوا هذا التصميم اللي من هني كرهته خلاص اللي حركة اللي هني إنف وشاع من هني درجات اللون غير يعني شوفي كأنها هي ستاتو طالع من السجادة لفوق حتى خامتها كأنها من السجادة يعني هذه المفروض ممدودة على الأرض ويمشون عليها ريد كاربت الشعر حلو الميك اب اوكي البوز وايد واثقة من نفسها وايد مستانسة يا خيبتج يا خيبتج هذه ديسبت هاوس وايف اي لاف ات الصورة هذه أحلى من اللي هي ماسكة لايق على عمرها لايق اللون أكيد حلو ما عندي تعليق وايد طالع حلو إيه هذه اللي مع جون ريفر كانت صح؟ I think so yeah. Her name is Juliana. إيه representer. ETV أو شيء كذي. Yeah, she's a representer. نفس الستايل نفس الستايل نفس الستايل. يعني شنو؟ إيه مو إيه لا شوفي ترى لا هي smart she knows what لايق عليها فهي وايد safe. هو not bad. لا والله I like it. انا يمكن علقت شيء بس اي لايك لا حلو فيذر ها هذه ابو 40 هذه المفروض ما تتصور هي واقفه تتصور وهي على الارض تزحف ان ابو 40 ما ادري لقيت صوره ابو 40 اوكي اذا احنا بارت شو احنا ارت جاليري يا فهد بوتيك شو ما عندي مانع تلبس كذي بس تروحين الاوسكار كذي وبعدين الشوز لونه غير رجعي العرب خلاص كل شيء منو هي اصلا كريستين ويك تشب غلط
بسي عندي، تعال فاش شو عندي بالبسي، وتعال وشو شويه وبوس جو مو شو كل شيء، بس هاي في اسكا يا حبيبتي ونو نوت اكسبتبل. كريستين ويك شي ان اكترس. اي دونت نو تو ماتش برجر كينج، تو ماتش فاست فود، تو ماتش ماكدونالدز، اي ام نوت ريزيست. اي واحد ما يهتم بصحته يوصل لمرحله هذا، انا مو ضد، في ناس، في ناس يعني، بس انا عشان صحيا اتمنى ان هي تكون بصحه وعافيه، بس انا ضد ان احنا نوصل لمرحله لايق عليها بس شويه الدريبنج من فوق مو راكب، مو راكب. منو هي؟ كريسي ماكس، شيز ا وعلى هالفستان الشعر يا انها بتزيد شويه اكستنشن او حالاتها شويه بافي لان مخلي راسها صغير. قاعد أقول لكم مو بس بوكاهانتس، مو أوسكاس ياي شايلة بطنها على بالها قاعد تصور ألبوم البريجنسي هذا، يعني أم وزوجة العروس، وزوجة العروس وأخ وأخت المعرس الأوسكار. زين شل وقفة، يعني شوفي الوقفة بشكل والوجه بشكل، الوقفة هذه توقفينها إذا أنت لابسة جينز، لابسة بنطلون، ما مش لابسة فستان متفحجين. يعني وبعدين الميلة غلط لأن الفتحة، يعني المفروض الفتحة تكون هني، وقفتها غلط. الفستان مو شيء حلو، إذا ستايل حلو يعني، يمكن لو مو يعني لو مو سويت لي الوقفة الغريبة اللي يلا خلصوني بروح أرضع العيال، ما كنت منه هذي. جينو توبن، she's a French actress. أوكي، ما هذا معصبة طاردينها. إيه هذه جاي عشان نطيها. It's your favorite. It's my favorite. سأحطها أول وحدة. I love what she's wearing. أوسكارز يمكن بدون شوية الدراما بس هم حلو. وايد حلو. يعني I love it. لا أجي عليها لحظة. لا وايد حلو صراحة. وايد حبيت التصميم. منو المصمم؟ أعطيني اسمه. ساندرا أو. ما أدري ما أعرفها. لا هذه الممثلة المصممة. غريزة أنا أسمي. المصمم اللي صار. أي نوع هي الممثلة بس قلت المصمم. اللي صار. نايس. طبعا هو من اللون هذا نعرف انه اللي صار، بس حلو صراحه حلو. نيكست همكم طويل، لاحظتي كلهم اطوال طويله. سيف يايا العرس ومحترمه. مو هذه اللي زوجها مات شنو؟ توم هانكس اللي لابس بنفسجي؟ نو 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 لا شو خلص. اوكي منو هذه؟ ريتا ويلسون. ريتا ويلسون توم هانكس از وايف. اوكي نيكست. لا حلو مرتب هذا، اي لايك ات، هذا حسيته هذا ستايل جينيفر لوبيز من كثر ما قامت تلبس من المصممين، وشك صارت كلها كذي يعني، هذا ما احس ان التصميم جديد بس سيف لايك. منو هذه؟ كيت هوفر. شنو تسوي بالحياه؟ تمثل. اوكي سكندري اكتنس. Another Cape. هذا التصميم يعني ما صار فينتج للحين، يعني السنوات اللي طافت وايد شفناه، ف I don't like it. من المصمم؟ سيلين. سيلين ديون؟ لا سيلين منو؟ سيلين. There is a brand called سيلين. سيلين. لا تعطون هذا العيب على الستايلست. My favorite. I really like it. بس شوية لو تغطي. هذا زهير مرات حلو. شو اسمها هذه؟ مولي سيمز؟ لا حلو وايد حلو. I like it. وايد حلو. أوسكار راكب أوسكار مو أوسكار حلو. وايد حلو. ستايل حلو. هذا شي تراي تو هذي اللي صمم لها. ما نبي يقول اسمه. شوف بداخل. بس صراحة too much work. Too much details. It's yeah. يعني لو بدون يا بدون الذيل يا بدون هذي. هذا الستايل yeah. مالها مو doesn't add any value للقاون. الشيب هذا. لأن أنا أصمم كذي by the way. بس هذا is too much. يعني هذا is too much. أنا yeah, yours is more modern and more simple. وايد أعمل edit. هذا it's not acceptable. It's not in the catwalk. It's not in the model اللي يبين هذا. بعدين هذا وايد over. يمكن هي طالبته لأن مرات اللي يلبس أو الزبونة هي تطلب. هذه عمة المعرس. عمة المعرس وتبي بتصك على عروس. راحت المصمم سولي كذي سولي كذي سولي كذي ولا الباروكة ضبطت ولا الشعر ولا المكياج ولا أي شيء. اللون حلو بس الفستان لا. نيكست سيف. سيف منو هذه؟ ريبل هارت. ريبل ويلسون the one in Pitch Perfect. ما أعرف. You know Pitch Perfect البنات اللي غنوا.
Okay. I like it. I don't like the color. You don't like it? I don't like it on her. In bahet hai, he already ginger. Yeah. صح بس حلو الديزاين. Yeah, it's nice. It's not her color. I agree معك. شوية not fitted من فوق بس not bad. Not bad. I really like it. هذا واضح إنه مو مصمم لها. It's her size. Yeah. مو مصمم لها. لأن الكتور لازم يتصمم للواحد. Next. من هو هذه العنز؟ Charlize Theron. مو model هي؟ No, she's an actress. أدي هذه اللي بوجه يمكن السرطان اللي الفيلم اللي أنا تكلمت عنه يمكن تلاقوا اللي فوق. اوكي حلو سيف حلو ما في شيء حلو عادي هذه رايحه تعزي العروس اللي ايه الحين دخلنا بعزة العروس هذول اللي غيرانات من العروس وتبي تسوي ستيتمنت تبي تلبس نفنوف عرس بس اسود شنو هذا حلو حلو اي لايك ات باي ذا واي هذه منو كالي ريبا بيوتيفول شوفي هذا الحين الموديل من تحت هني في تويست في تويست شلون شفنا هذيك اللي لابسه مش عارف الكورسيه على شلحها على هذا وحطت لك من تحت مش عارفه هي تروح لاس ولا تشلح على طول لان تدخله زين نيكست انا ذا كيب هذا هاري بوتر هذه مو هاري بوتر بسم الله عليهم هذه انا اقول لكم هذه جت الكويت معرض من هالمعارض شافت واحدة من المصممات الكويتيات اللي كابي بيست من المجلات ورايحة مخيطة عند الخياط نفس التصميم حاطة خط من هي قالت تصميمي هذا منو هذي أول شيء ناتالي بورتمان بس بس حلو حلو حق رمضان الجاي بس مو حق الأوسكار نيكس دخلنا الحين على المصممين اللي يهلقون شوية بالمعارض حلو ومو حلو اول شيء هذا وايد شفنا التصميم يعني شوفي دائما خطر مو غلط انك تلبسين شيء قديم انا هذا لابسه من سنه طافت ما له شغل بس الفكره ان اوسكار يا تلبسين شيء فينتج من 70 سنه او تلبسين شيء بعده ما صار يعني ما صار هذه التصميم الحركه اللي على اليد مو حلوه بس مو ضابطه هنا مو راكبه في شيء مو على هاللون مو على يعني هي صايره كأنها ويتش سحارة يا أنا وريت وتطلع مني وتكب على العروس سيف في شيء غلط حلو بس ممكن يكون أوسكار إيه هذا اللي فوق غلط وحتى هي مو واثقة من نفسها حيشها مغص next من هذي أصلاً من هم تعال ما قلنا this one is Kelly Mary Trump she is مرت ترامب دونالد ترامب No. هذه مارغريت مارغريت روبي زين هذه منو خلاص روني مارا اي هذه اللي فيكتوريا سيكريت وان تونغ لا لا حلو حلو اي لايك ات انا اي وود ديزاين سمثينج لايك ذس حلو مو ما في شيء شويه اوكي لا حلو بس هم تحسين الفكره شايفينها الكسندر ماكوين ما ادري الكسندر ماكوين يا سي سبحان الله اي نو ات He didn't read it. لا, he didn't. لأن أنا عارف حركاته. هذه المصممة الجديدة اللي كانت عنده. هو شيء ستايله صح. Yeah, this is the signature for Sandy McQueen. شوف إحنا تعدينا 16 دقيقة. خلينا نكمل. لحظة. خلينا نكمل إن شاء الله الحلقة الجاية مع سلسلة www.zafafmagazine.com سلسلة الأوسكارز. تقدرون تروحون تشوفون كل المصممين اسماء المصممين عن منو لبس منو ما لبس تلاقون اللينك تحت او حط لكم اياه فوق يلا سي يو نيكست تايم اي حبايبي ادري اللي جننكم شوي بالتعليقات اتمنى عجبتكم الحلقه اليوم نطلع ان شاء الله الجزء الثالث ارجع واذكر ان تلاقون كل شيء موجود في www.zafafmagazine.com حلقة الأوسكار راح يكون اللينك موجود وأرجع أنا بالحلقة هذه أحطها إن شاء الله لما يكون جاهز في الموقع وأيضا أذكركم حبايبي بالاشتراك بالقناة تفعيل الجرس لايك ديسلايك تركوا تعليقكم أتمنى تفاعلكم من أول جديد شاركوا مثل ما قلت مع الناس اللي مهتمين بالفاشن وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله أترككم في أمان الله تصبحون على خير وأتمنى لكم يوم سعيد حزنان على القط مالي صار لي فترة مو شايفة الحين أسبوعين ثلاث هو عادة يكون بالمشغل أنا الحين بيتي فأطلقت السراحة علشان يتزوج ولم يعد
فان شاء الله الاقي. مرات في الم تجمعنا المعاناه يا جماعه، الله يبعد الالم عن الجميع. يلا تصبحون على خير توقيتي، او اتمنى لكم يوم جديد حسب توقيتكم، يوم جديد جميل.